نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. وزارة المالية تحذر من صفحة فيسبوكية مزيفة باسم سهام البغديري. والدوائر القضائية للمحكمة لداري تتلقى 60 طعنة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة المالية أنه يتم منذ يوم أمس تداول صفحة فيسبوك مزيفة باسم الوزيرة سهام البغديري، تتضمن الصفحة نشاط الوزيرة في الفترة الأخيرة ودعوة للاشتراك في منصة للحصول على التمويلات. وأكدت الوزارة في بلاغها مساء اليوم الأحد أن هذه الصفحة مزيفة وغير حقيقية ولا تمت للوزيرة بأي صلة، محذرة رواد الفيسبوك ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من الوقوع في شراك هذه الصفحات، داعية لتفادي التسجيل بهذه المنصات التي لا أحد يعلم من هم القائمون عليها ولا المغزى من ورائها. وذكرت أن الصفحة الوحيدة التي يتم من خلالها نشر نشاط وزيرة المالية هي الصفحة الرسمية لوزارة المالية. في موضوع آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بأن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة تلقت إلى حدود اليوم الأحد 60 طعنان في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 من ديسمبر المقبل. وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد أن هذه الطعون تتوزع بين 17 طعنان بالنسبة إلى الدوائر الابتدائية المركزية و 43 طعنا بالنسبة إلى الدوائر القضائية الجهوية المتفرعة عن المحكمة. وأضاف أن الدوائر الانتخابية المركزية للمحكمة يشمل قضاؤها الدوائر الانتخابية لتونس الكبرى والدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أن ثلاث دوائر لم تقدم أي طعن، وهي الدوائر بكل من سيدي بوزيد وقفصة ونابل. وصرح الغابري بأن مختلف الدوائر انطلقت اليوم في عقد أولى جلسات مرافعة للاستماع إلى أطراف الطعون، وأن المفاوضة والتصريح بالحكم ستكون في غضون 3 أيام من تواريخ جلسات المرافعة طبقا للقانون الانتخابي، مؤكدا أنه سيتم إعلام الرأي العام بمآلات الأحكام الصادرة في الطعون المذكورة لاحقا. تعتزم جمعية اليافع واليافع إطلاق مشروع قانون منظم للمجالس المحلية للأطفال اليافعين واليافعات قريبا، وفق ما صرحت به المديرة التنفيذية للجمعية ضحى جورشي اليوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويهدف مشروع القانون المنظم للمجالس المحلية للأطفال اليافعين واليافعات بحسب الجورشي لدعم مبدأ مشاركة الأطفال في الشأن العام وخاصة في القرارات التي تهمهم طبقا لما نصت عليه الاتفاق الدولية لحقوق الطفل، وتشجيعهم على العمل التطوعي وتدريبهم على تحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهونها وسبل تجاوزها. كما يطمح مشروع القانون إلى تدريب الأطفال واليافعين واليافعات على الممارسة الديمقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن المحلية. كما أكدت المديرة التنفيذية للجمعية على أهمية المصادقة على مشروع منظم للمجالس المحلية للأطفال واليافعين واليافعات في ظل غياب نص قانوني يفعل المشاركة المحلية وغياب مجالس بلدية خاصة بهما. في أخبار العالم، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية اليوم الأحد تقديم الدعم للجيش اللبناني وقواته البحرية، جاء ذلك خلال زيارتها للبنان وتفقدها قوات بلادها العاملة في القوات البحرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وذكرت الوزيرة أن الدعم الألماني يطال مجالي مراقبة المجال البحري والتدريب، وأضافت أنه من المهم مساعدة البحرية اللبنانية على الانتقال من مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها الذاتي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة المالية تحذر من صفحة فيسبوكية مزيفة باسم سهام البغديري. والدوائر القضائية للمحكمة الإدارية تتلقى 60 طعنا بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.